جيد بالنسبه لفريق الكوكب مع المدرب منصف المشارك، المدرب اللي الان متواجد وحاضر يعني منذ فتره ليس فريق الكوكب. محاوله كانت بجانب ايمانويل للخلف، محاوله لارسال كره عرضيه خطيره لكن الكره تخلص ماهر هذا هو تياغو لوبيز كوكب، يحاول فريق الكوكب ارسال كره لتياغو لوبيز، خلص محاوله ملعوبه والكره عاليه من جانب الشوط الثاني، امور لا زالت يعني مستمره. ينتظر الان مسانده موجوده وحاضره وكره عرضيه خطيره لكن كره تبعد من جانب تياغو لوبيز، محاوله للتقدم من جانب تياغو لوبيز. يا سلام يا سلام يا برازيلي، تياغو لوبيز يتقدم مصدر يعني اطمئنان على مستوى خط الدفاع وامام في خط دفاع فريق النجوم. تياغو لوبيز عفوا عندما تعادل بنتيجة وأهلت إلى انتزاع الصدارة بينما الطاي خسر من العروبة، فاز النجوم في الأسبوع العاشر بنتيجة الهدفين مقابل لا شيء على 17 عند 12 نقطة فريق النجوم. ضرب العوبة عن لوبيز على البرازيلي، لوبيز يتركها في الوسط مرة أخرى، عرضية خالد البركة يعرضها، خالد البركة في تصور مرتاح الشوط الأول، كرة ملعوبة الآن وهذا يدل على تكم الرقابة في الكرة القادمة الآن، ولكن راسية بعد ذلك تحول الله على الفاصل إلى عمر يا سلطان. كرة ملعوبة الآن إلى لوبيز يغذي الهجوم، دوغلاس باليسار يلعبها إلى ودوغلاس يطلب كرة، كرة أمامية الآن تحتسب لسعيد الحربي، كرة تلعب الآن، حاول النجوم في هذا الشوط في الشوط الأول بالتحديد، كل التوفيق في الشوط الثاني. أن نشاهد الشوط الثاني مختلف، شوط ثاني غير خليفة عناد، تقطع وتعود في منتصف الملعب إلى عدنان العيسى، كور سريعة مشروع مرتد الآن، زيادة عددية، وهذا تياغو يعني أكثر ركلات الجزاء حضرت الإحصائية في الجولة السادسة، 6 ركلات جزاء ومن لمسات في أرضية الملعب تفوق فيها الوسط الحزمة، كرة ملعوبة الآن، خطأ حاضر، تقطع من سعود فلاتة على كرة خطيرة جدا كانت لمصلحة فريق النجوم، هذه كرة ثانية كانت في اللقطة الماضية لكن الكرة مرت وعدت، يتقدم ويعرض ويلعب كرة عرضية لكن الكرة تتخلص توصل المجحد براء، يعني صار بالتعادل يعني في الدور الأول وهي أول مباراة كان في عبد الله محمد، عبد الله يلعبها لفهد منيف، منيف يحاول يحافظ على كورته ويلعبها لعطية، وعطية مرة ثانية للامام ويرسل كرة حلوة لكن مقطوعة من جانب تياغو لوبيز، خلص الكرة وتوصل كرة ملعوبة توصل امامية، سعيد حربي هو الهداف لفريق النجوم، كرة ملعوبة عالية، هذه الكرات المعتمد عليها من قبل فريق الشعلة، تياغو لوبيز، لوبيز ايضا عاش فترة بجانب المجزل وبجانب حطين وبجانب النجوم،
لاعب السابق مع نادي الرياض ونادي الرائد. موجود سعد الدوسري مرسول اماميه لمصلحه اللاعب هتان. هتان يلعب امري احمد المحفيظ عدنان العيسى جابرييل ادومو مهند عوض حسن المجحد سعد العربي وعطيه الامام، وبالتالي كره توصل على اليمين سعد. سعد الدوسري يحاول يرسل كره عرضيه والعرضيه ملعوبه لكن الكره تذهب الى هذا تياغو لوبيس. الكرة عبد الله قيسي من اليسار محاولة لإرسال كرة عرضية لكن هنا مقطوعة من جانب تياغو لوبيس. خلص الكرة إلى الرمية محاولة للجهة اليمين توصل مرة أخرى لتياغو لوبيس. لوبيس يلعب كرة الأمام تياغو لوبيس. تياغو يرسل كرة أمامية سعد حربي عطية ولكن مسابقة الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله لأندية الدرجة الأولى المحترفين هو الوطني السعودي الوحيد الذي أسرف على نادي أسن. لعب له كرة بذكاء أيضا من لمسة واحدة لكن أيضا تياغو دوران مرور كرة منقولة لسعد الحرب. حتى الآن الوطني لم يسجل سوى 13 هدف ثم لم يجزم النجوم عن مواصلة فريقها الانتصار الواحد تلو الآخر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المالية، وأن كان هناك دعم وصل مؤخرا نعم لكن الأمور الماضية لا زال. العتيبي محمد عبد الله إلى جابر مقطوعة من روش تتخلص من أحمد إلى محمد العتيبي بالرأس تياغو يخلص تبعد عامر هارون بكل هدوء الآن في